هنروح للتعليم او ملف التعليم، وهنقول لكم خبرين الحقيقه خبر لطيف وخبر مش لطيف. اول خبر هو ازاي الام والاب الحقيقه يتعاملوا مع ولادهم في مذاكرتهم، وزي ما قلت لكم عندنا الخبرين وحش وحلو، وهو ده الخبر الحلو. ريهام دياب، ريهام دياب فكرت الحقيقه تعمل طريقه مختلفه علشان تعلم البنات اصول اللغه الانجليزيه. تعالوا نشوف عملت ايه ريهام مع البنات ونرجع لكم مره ثانيه. شفنا مع بعض الفيديو دلوقتي، وهو زي ابلكيشن اعتقد كده موجود على الموبايل، لما بتقول حاجه غلط وانت بتتكلم بيدخل كده يصحح لك الكلمات بتاعتك. معانا ريهام اللي هي موجوده في الفيديو معانا على التليفون. الو 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 الو، ازيك يا ريهام؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، كويسه جدا. انا لسه شايفين الفيديو دلوقتي حالا على الهوا، وعايزاكي تكلميني عن التجربه دي. انت اللي اخترتي انك تعملي الفيديو ده عشان تنشري الابلكيشن او عشان تصححي للناس المخارج الاكسنت او المخارج الالفاظ بتاعت الانجليش بتاعتهم ولا ايه؟ يا فندم بالظبط، هو فكره الفيديو كوميدي جدا، هو بتعلم بنتها كل ثقه الانجليش، وهي اصلا يعني بتنطق الانجليش غلط، فهي يعني فاكره نفسها ان هي كده يعني بيرفكت في اللغه الانجليزيه، وان هي يعني بتتكلم كويس جدا. فقلت ام يعني يعني حاطه قوي يعني اللي هي يعني الفكره بتاعتي عن طريق فيديو يكون كوميدي شويه. بس خليني اقول لك حاجه، هو ده ابلكيشن يا رحاب صح؟ اصل انا شفت الاعلانات دي على الفيسبوك، اللي هو زي ابلكيشن بينزل وبيصحح الـ الاخطاء الاملائيه او طريقه الاكسنت. لا لا يعني لا، هو صراحه يعني مش ابلكيشن، هو حاجه كده يعني صعب ان انا اقول يعني اسمها ولا عادي اقول اسمها. اسم ايه بالظبط؟ مش فاهم يعني ده اسم ماركه يعني، اسم حاجه سنتر مثلا ولا اسم ايه؟ لا هو اسم زي كورس كده معين. طب ما تقولي عادي، طالما كورس يعني مش تبع شركه معينه او مؤسسه او كيان بعينه تقدري تقولي عادي. بالظبط، هو ده كورس تبع شركه يعني، طيب لو تبع شركه يبقى خليها عشان بلاش. ممكن يبقى اعلان طبعا، واحنا بالظبط. طيب هو يعني ابلكيشن تابع لشركه معينه، بنروح للشركه دي نشترك في الابلكيشن. بالظبط كده. اوكي، هم عاملين بصراحه حاجه ايه يعني فعلا يعني متميزه جدا، وفعلا كمان يعني مش عند اي حد. اوكي، اللي هو انت تقدر تتعلم الانجليزي عن طريق الموبايل. يس. يعني هيكلمك المستر، ممكن جدا ممكن جدا الكورس ده عن طريق يعني الموبايل. الآلات رحاب يعني، بشكرك جدا مبدئيا يا ريهام.